اسمي عزة رجبي، أنا من تونس. تنقلت أنا وعائلتي نسكن في فانكوفر في كندا عنا 4 سنين، وكي مشيت لفانكوفر تعرفت على ذي الجروب نخدم معهم أنا توا، يخدموا ضد الحروب وعلى يخدموا الفلسطين، هما في فانكوفر. وجينا اليوم للفوروم سوسيال على خاطر سي امبورطون باش نجيبوا لاكوز نتاع فلسطين، وسي امبورطون زادا باش نحكيوا على العالم الكل ان تيرموف كيما نشوفوا كندا احنا عايشين فيها هنا، ولي زيتازوني كيف عاملين في العراق، في افغانستان، في سوريا، في ليبيا، في اشقائنا في العالم الكل. دونك سي تري امبورطون، انا كتونسيه واوسو كعبد عايش في كندا انهم يسمعوا الصوت هذايا، انهم يسمعوا صوتنا. رانا نقولوا لي لي زيتازوني وكندا ما عندهم حتى حق باش يدخلوا في حتى ديغنيتي ولا حتى ديتيرميناسيون ولا سوفرينيتي نتاع اني بوبل، اللي هما يلزمهم يشدوا رواحهم هنا يخليونا احنا ندبروا روسنا في بلادنا، احنا نعرفوا اش قاعدين نعملوا كيما شفنا في تونس. كيما انا جو سوي تري فيير وفرحانه على الاخر اللي الجروب نتاعكم هنا جايين من المغرب، ومعناتها فو ريبريزونتي لا مزيغ من المغرب، خاطر جو بونس كو سي اون كوز مالوغوزمون ما العباد ما يسمعوش بها. انا حكيت لصحابي اللي جاوا معايا على فانكوفر على الجروب نتاعكم وميم با يعرفوا ليستواغ ولا عمرهم ما سمعوا على لو بوبل مزيغ ولا شنو هي تاريخهم ولا شكونهم هما. دونك سي تري امبورطون، معناتها انا فرحانه على الاخر اللي انتم جيتوا هنا اليوم واللي انتم فو ريبريزونتي سيت فوا اللي هي مالوغوزمون سي اون فوا في تونس مثلا معناتها ما خلوهمش يعملوا حتى شيء تحت بن علي. تو بو با اورغانيزي مي با معناتها تو بو ريان فير ميم با اون اورغانيزاسيون كولتوريل ولا حتى حاجه ما خلوهمش. توا بعد الثوره في تونس ثم دي جروب ثم دي اورغانيزاسيون، مي معناتها جو بونس كو سي اوسو امبورطون في الفوروم سوسيال. انا ياسر عباد من ياسر بلدان، من احنا من كندا من دي سيتي ديفيرونت اللي ما نعرفوش بعضنا، من نخدموا في نفس الحكايه، نخدموا في نفس لا كوز. سو سي امبورطون كو نتعرفوا كون ايشانج كونتاكت، كو معناتها لا فوا نتاعنا ال سورا بلو فورت كو كان كلنا مع بعضنا نتكلموا، كلنا مع بعضنا نقولوا نفس الدوموند. دونك فوالا، دونك نحب نسلم على ايفري ون في المغرب، وشكرا اللي انتم جيتوا هنا، وان شاء الله نجي نزيك نفيزيتيكم في المغرب وان داي. شكرا. سؤال اخر هو حول الاستعداد لكم للمنتدى الاجتماعي العالمي اللي غادي يكون في السنه المقبله في تونس، كيفاش كتستعدوا ايضا من اجل القضيه الفلسطينيه؟ دونك احنا بدينا سمعنا اللي هو باش يعاود في تونس العام في 2015، ومن بعد في 2016 باش يبدا في موريال في الكيبيك. دونك من توا باش نبداو نحضروا، احنا كي جينا من فانكوفر لاوتاوا يتسمى ارخص من اللي كي بسافر لتونس في الطياره وكل شيء. دونك يلزمنا نخمموا من توا كيفاش نلموا فلوس وكيفاش نعملوا فاندريزر باش نجموا نبعثوا لي زورغانيزاتور نتاعنا من فانكوفر يشاركوا. انا قلت لهم ما تخافوش مادام في تونس ما نجمش ثمن ولوتين لحد شيء، بويسك انا من تونس وعندي عائلتي غاديكا. دونك ما نصرفوش فلوس في ماكله ولا في سكنه، يلزمنا نعملوا كومباني باش نلموا فلوس باش نجموا نشريو لي بيي دافيون بيان سور، اي اون بليس باش ناخذوا لي ماتيريو نتاعنا كل مالوغوزمون كلهم بالانجلي خاطر فانكوفر سي ان بارتي انجلوفون تاع كندا. دونك يا اون ايدي كو نترجموا ياسر حاجات للفرونسي، وكان نجموا نترجموا للعربي باش، وعندنا دي ماتيريو ان اسبانيول خاطر يا اون كوميونيتي اسبانيول في فانكوفر زيد. دونك جو بونس كو سا سيغ امبورطون كو نحاولوا ناخذوا حاجات ولا نخدموا دي ماتيريو ان فرونسي ان عرب باش نجموا كونيكتيو اكثر مع العباد في تونس ومع العباد من المغرب ومن البلايص هذوك الكل. دونك